السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. كالعادة مشاهدينا في البداية خلونا نتعرف على عناوين حلقتنا لهذا اليوم. في سيدتي اليوم لقاء مع سفيرة المجلس العربي للأزياء المصممة أروى العماري. الأطفال ومرض الأكزيما، معلومات يجب أن تعرفها كل أم. كيف تغيرين ديكور بيتك بأقل التكاليف وأسهل الطرق. عودة الجدل لحق الزوجين في تفتيش هواتف الجوال بعد حديث عن عقوبات تعزيرية. في سيدتي إن بيزنس مع ولاء نحاس نتعرف على كيفية إدارة المشاريع الاجتماعية بطريقة احترافية. مشاهدينا، بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا لهذا اليوم بالتأكيد أحب أذكركم بالتواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا حسابنا على تويتر، وفي حال فاتتكم أي فقرة من فقراتنا أو أي حلقة يمكنكم متابعتها على اليوتيوب. مشاهدينا، خلونا ننتقل لمحاضرة عن الإبداع والابتكار قدمتها سعادة الدكتورة حياة سندي لطالبات وطلبة الجامعة العربية المفتوحة بالرياض. خلونا نتابع هذا التقرير مع كاميرا سيدتي ونرجع لكم. أهم المحاور صراحة لازم نطرح فكرة ما هو الابتكار الاجتماعي. إحنا الآن نبتكر وفي العالم كله يبتكر، لكن الابتكار لوحده لا يكفي. احنا الان توصلنا انه الابتكار وتكوني مبدعه وتكوني عندك موارد لا يكفي ان يجعل التغيير الحقيقي للمجتمع. لابد من اربط الابتكار للبنيه التحتيه لاي مجتمع، والمجتمع المحلي هو اولى من يعني يطلع منهم الابتكارات الرائعه التي تفيد المجتمع. فكان هذه فكره انه كيف انمي وكيف احفز وكيف أجعل العلم مربوط بالمجتمع وكيف أجعل من العلم أداة يستخدمها الإنسان. إن العلم لوحده إني أجلس أنا في المعمل أجمع الغبار أفكاري، لأنه أنا مهما وصلت إذا كان ما عندي حس بمشاكل الناس وحس إنه أنا كيف أنا أسخر النعم اللي أعطاني إياها الله أو المشاركات اللي بين العلماء الآخرين أن نكرسها حتى نولد البيئة المناسبة وحتى نولد الحلول للمشاكل الناس بها يعني محرومة. فالفقير محروم، والفقير مش معناتها غبي. حين لازم كمان نضع أدوات العلوم وأدوات الابتكار في المجتمعات هذه المحلية، المجتمعات اللي هي مهمشة في أنحاء العالم، لأنه الابتكار حيرقي والإنتاج حيرقي وحيحسن مستوى الإنسان كعيش كإنسان. فوجودي هنا هذا واجب، ووجودي هنا من أمتع الأوقات بالنسبة لي. تواصلي مع المجتمع، تواصلي مع الطالبات، تواصلي مع الأخوات والزملاء حتى نتحاور، وجات منها طرحة أسئلة جميلة وأسئلة هادفة فهمنا فيها كثير احتياجات المجتمع وكيف نقدر نحن نحسن. وبالعكس يعني من الحضور من أثر علينا صراحة بحلول وبنقاط مهمة فعلا تلهمك وتحفزك وتخليك تستمر في اللي تعمليه. أكيد الدورات التدريبية يعني بتفيدنا بشكل تنموي توعوي تنمية قدراتنا، فبتعمل بشكل زي ما نقول يعني تلعب بالشيء الجوهري أكثر من أنه دورة ونحضرها ونسمع بس كلام، لا تفيد كثير. يعني الحقيقة الجامعة العربية المفتوحة يعني تحاول أن تكون من الجامعات الرائدة في تحفيز الشباب والشابات على عمليات الابتكار، ولذلك دعونا هذا اليوم عالمة مبتكرة على مستوى العالم كله وليس على مستوى المملكة العربية السعودية والعالم العربي، الدكتورة حياة سندي، من أجل حث الشباب والشابات على أن لا يترددوا في البدء في عمليات صقل مواهبهم وابتكاراتهم.
أعزائنا المشاهدين، بعد ما تابعنا هذا التقرير بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، لقاء مع سفيرة المجلس العربي للأزياء المصممة أروى العماري.